نحكيه على الأحداث ساعة وبعد نتبع الأحداث من لجان وكالعادة من 4 ديسمبر 9 أبريل وغيره لأي نتائج هذه اللجان. أولا نتفقوا في حاجة، ثم زوز صنفين مسؤولين، ثم مسؤولية سياسية لأنه اللي صار في سليانة جريمة بكل مقاييس، وثم مسؤولية جزائية وهذه تتحدد في إطار عمل قضائي. وحتى بالمسؤولية الجزائية ثم ليس مشتبه فيها لأنه ذو شبهة سيح يتمتع بقرينة البراءة، أما يبقى مشتبه فيه ثم عباد مشتبه فيها اللي أطلق الرش على سليانة مهم صياد الحلوف في جبل في 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 جبل باركو. هم ناس يحملوا الزي النظامي واخذوا أوامر وتعليمات وتم تزويدهم بسلاح معين وتم استعماله واستعماله بشكل متتالي معناها حسب التحقيقات. دونك على الأقل على الأقل نحن نتفقوا أنه ثم مسؤولية سياسية، والسيد اللي يتحمل مسؤولية سياسية مباشرة السيد علي العريض تم ترقيته من وزير داخلية إلى تم مجازته إلى رئيس حكومة. طبعا وكنت تذكروا عام التالي أنا منسيتش على الأقل كيفاش بدا تبرير معناها القمع المنهجي هذا وكيفاش بدا البحث على نظرية مؤامرة وكيفاش من يوم تغدوا نهار 28 معناها كبار قيادات النهضة يحملوا في الشهيد شكري بالعيد المسؤولية واتهموه بأنه يوزع في الأموال على الناس اللي خرجت وطالب بحقوقها. والجملة الشهيرة شكري قال مصابني جيت غني باش نجم نعطي لكل واحد 30 دينار في سليم. معناها لا هذا في إطار ممكن في إطار تحريض على شخصية شكري بالعيد ومحاولة استغلال معناها بعض الأحداث اللي تم معناها بشكل تلقائي وبشكل عفوي لناس عانوا من الظلم معناها اللي إذا كان ما قولوش معناها لقرون وقولوا لعشرة سنين لأنه سليانة بلاد الانتفاضات من عهد علي مغذاه ومن قبل علي مغذاه من انتفاضة برقو الأولى وانتجاه. المفيد المسؤولية السياسية يعني الناس السياسي المسؤول السياسي اللي ما يقرش بأخطائه واللي ما يعترفش بانه اذنب في حق الناس في حق شعب في حق شباب في حق نساء معناها ثم زوز نساء حوامل معناها اسقطوا حملهم راهو في يعني تم استعمال قنابل الغاز بريمي عند 20 سنه. هل تعتبر ايضا عبد الناصر العويني انه الناس في سليانة ونحن كنا تحولنا على عين المكان وحكينا مع الناس يقول لك الوجيعة اكثر من أنه يتم اتهام أنه فما مندسين أنه فما عباد تخلص فلوس؟ لا يا عباد رانا نحن ننتفضوا على حقوقنا على بلادنا على جهتنا على ترابنا وهذا وكأنه فما معناه مراسلة مقطوعة ما بينات السياسيين وأبناء الجهة وهذه المشكلة اللي زادت أجت النار أكثر. هو ثم ما ثمش بث ولا تواصل ما بين الحكومة بين المسؤولين السياسيين في الحكم ما بين أبناء الجهة. يعني اليوم سليانة منطقة محررة يعني السلطة الموجودة حاليا لا تمارس معناها حتى ما عندها حتى تأثير في الشارع في سليانة ولا على ولاية سليانة تقريبا كاملة ما عدا بعض الجهات البعيدة شوية على مركز الولاية. نتيجة الانقطاع هذا الانفصال ما عادش فما رابط ما بين الحاكم والمحكوم والمحكوم ما يرفض أنك تحكم فيه أنت ينتظر معناها بعد ثورة وبعد انتفاضة شعبية وبعد انتصار شعبي عظيم في 14 جانفي ينتظر أنه يسترد حقوقه ينتظر أنه يخرج من ما تحت الصفر لأنها بتعيش تحت الصفر وحالة من الفقر وحالة من الضنك وحالة من القهر وحالة من الغبن ما عندكش فكرة معناها يحكيوا للعباد وأنا شفت ناس يعني تعيش مش بأقل من الأجر الأدنى مش بأقل من دولار في اليوم تعيش أقل من دولار في الشهر. ثم ناس في أرياف سليانة وفي حتى في مدينة سليانة عباد تعيش حالة من الفقر اللا إنسان مع حالة البرد مع انسداد الأفاق مع أنه كي يخرج يحتج بشكل سلمي لازم عصي لازم أحجر كي يخرج يحتج بشكل سلمي تواجهه بقمع شرس يؤدي إلى تشويه الناس وإلى إفقاد عيون الناس.